الوقفة والمسيرة الاحتجاجية السلمية بسبب الوضع الخدمي وإهمال مشاريع إعمار القضاء، وخاصة تأخير حسم مشروع مجار الزبير المرحلة الأولى الموعد يوم الثلاثاء غدا المسافة 28/22 مكان التجمع ساحة الشهيد نهر الجاري وخيرنا تقاطع السكة شرق سوادي ثم الانطلاق إلى مقر الحكومة. الآن عجلات يقلها مواطنين عن طريق المكبرات يحشدون همم المواطنين للخروج بوقفة احتجاجية مطالبين بالخدمات داخل قضاء الزبير. الآن السيارات تجوب كافة مناطق القضاء مطالبين بعد التردي الخدمي اللي عاني منه هذا القضاء طيلة أكثر من 17 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة بعد قليل أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم حنتكلم عن موضوع موازنة 2021، الأزمة الاقتصادية اللي يعاني منها العراق، وعملية التحضير للانتخابات المبكرة من قبل حكومة مصطفى الكاظمي وأحزاب السلطة، وكيف ستمول هذه الانتخابات؟ هل ستمول من خزينة الدولة أم سيكون الإنفاق من قبل كل حزب وكل شخص يترشح للانتخابات؟ أيضا نتكلم عن لجان معنية بمكافحة الفساد شكلها مصطفى الكاظمي يشوبها بحد ذاتها الفساد، ينخرها الفساد، وهناك حديث من برلمانيين عن طبيعة هذه اللجان والأشخاص المنضمين إلى هاي اللجان من قبل الحكومة المشكلة لهاي اللجنة، كيف أن هؤلاء الأشخاص هم بحد ذاتهم أشخاص متهمون بالفساد. نبدأ من حديث اللجنة المالية النيابية أن توجه حكومة مصطفى الكاظمي نحو الاقتراض لسد عجز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 21 سيؤدي إلى إعلان إفلاس العراق. قال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة الدولة ماليا واقتصاديا، وأضاف أن مؤشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تؤكد أن العراق مقبل على مرحلة إفلاس في حال الاستمرار في الاقتراض المالي. أشار السعداوي إلى أن مشروع قانون الموازنة لعام 2021 لم يرسل إلى البرلمان من أجل الاطلاع على تفاصيله وحجم العجز المالي الموجود به. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتوقعان إفلاس العراق ويتوقعان إفلاس العراق بالقريب، وكان طبعا من حكومة عادل عبد المهدي وحتى من حكومة حيدر العبادي قبلها كانت التوقعات تسير أن العراق يتجه نحو الإفلاس. طيب ليش وصل العراق إلى هاي المرحلة أنه هو بات يقترض ويتجه نحو الإفلاس؟ ليش اتجه العراق إلى هذا الاتجاه في الوقت اللي هو كان يتمتع به بأموال النفط الذي يباع بمليارات من الدولارات دخلت إلى خزينة الدولة العراقية، لديه القدرة على افتتاح المصانع، لديه القدرة على الاستفادة من الثروة الحيوانية، من الثروة السمكية، من الزراعة، من الصناعة، من التجارة؟ لماذا لم يستفد العراق من كل هذه الإمكانيات التي يمتلكها من الناحية الطبيعية، من الناحية الجغرافية، من الموارد الطبيعية الموجودة في الأرض؟ ليش وصلنا إلى هاي المرحلة، مرحلة الاقتراض، مرحلة الإفلاس؟ طيب شنو مصير العراقيين أصحاب الدخل المحدود، أصحاب الرواتب التقاعدية البسيطة، أصحاب الأجر اليومي؟ شنو مصير هذه العوائل اللي تقدر بملايين من العراقيين؟ شنو مصيرهم لما تعلن الدولة إفلاسها؟ الدولة بعدها ما أعلنت إفلاسها
ونعاني بالعراق من أزمة اقتصادية خانقة وفقر، مستوى الفقر بارتفاع مستمر وبطالة كثيرة، وهناك أزمة في الشراء، صعوبة في عملية الشراء. طيب في حال إعلان الدولة إفلاسها، طيب كيف ستعوض حكومة مصطفى الكاظمي العجز الموجود في ميزانية 2021؟ شلون سيتم يعني تسديد هذا العجز الموجود في الميزانية، تعويض العجز أو النقص الموجود في ميزانية 2021؟ منين حتجيب الدولة الأموال لسد هذا العجز الموجود في الميزانية؟ اللجنة المالية النيابية تؤكد أيضا أن نسبة العجز في موازنة 2021 هي تتوقع أنه تتراوح بين 40 إلى 50% من حجم الإنفاق. قالت اللجنة أن تأخر موازنة العام المقبل بسبب المفاوضات الجارية بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى التضخم ويؤثر بشكل سلبي على ذوي الدخل المحدود. طبعا احنا ما نريد نحبط ونخوف الناس، لكن هو واقع حال يجب ان يعني يعلم به الجميع، حتى للي بعدهم يظاهرون يطالبون بالحصول على وظيفة. احنا نسأل يا شباب يا جماعة طالعين الطالبون بوظيفة، شنو قيمة حصولك على وظيفة بلا راتب؟ ايش حتغير من حياتك لما تكون متعين وما عندك راتب؟ الحديث الان من قبل الخبراء والمتابعين لشأن العراقي الاقتصادي تحديدا يقولون بانه الدينار العراقي حيكون عبارة عن 100 دولار مقابلها 500,000 دينار عراقي، يعني معناها اللي راتب التقاعد عبارة عن 350,000 دينار عراقي على سبيل المثال، شنو حيكون بالدولار؟ شنو حتكون قيمة الدينار العراقي إذا سار العراق نحو الاقتراض، وإذا تم خفض قيمة الدينار العراقي أكثر أمام الدولار، وبالتالي سيكون هناك تضخم في الاقتصاد العراقي، وسيكون هناك أيضا ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. طيب احنا عندنا مشكلة فساد بالعراق، الجميع يعلم بها، لم تعد تخفى على أحد، والجميع في العراق يعلم أن هناك أحزاب حكمت في العراق منذ 2003 ولا تزال تحكم، هي التي دمرت البلد اقتصاديا ووصلت إلى هاي المرحلة. لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت عن وجود مؤشرات فساد في بعض أعضاء لجنة مكافحة الفساد الحكومية. يعني مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، هذه اللجنة بحد ذاتها هي لجنة فاسدة، هذا بحديث لجنة الأمن والدفاع النيابية. عندنا النائب عضو اللجنة وهو نائب برلماني أيضا كريم عليوي يقول بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شكل لجنة لمكافحة الفساد دون تدقيق جميع أعضاء اللجنة. إذن هل يعتمد على الكاظمي في محاربة الفساد في حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق؟ هذا السؤال. من عندنا اتصال ويانا السيد أبو علي من واسطة، تفضلي أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ومساء الخير للجمهور المعافدين. صراحة الوضع الاقتصادي بالعراق يعني مثلا تجي الورقة الاقتصادية أو الورقة البيضاء مثل ما يسمونها، وما أدري شو سواها ورقة بيضاء، يعني هي ما فيها شيء جديد. يعني هو أساس هذه الدول الموجودة حاليا. زين أنا راح أتكلم من حكومة الكاظمي. أول شيء لازم إحنا نحاسب المخطئ، هذا يعني كاقتصاد بالدائرة نديرها، أكو قسم الشؤون المالية وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي. إذا المدقق ما حسب المحاسب الدائرة راح تخسر. فإحنا من إجت الحكومات، من حكومة عياد علاوي لحد حكومة عادل المهدي، من الحكومة اللي حاسب الحكومة شنو سويت الفلوس ووين الاستثمارات والمشاريع إيش وقت أنجزها؟ مؤسسات عندنا مفروض هي مستقلة بالدستور، مثل ديوان الرقابة المالية، البنك المركزي، لجنة النزاهة، عوفة لجنة الإنساسة، لجنة النزاهة تدلها لجنة عليها حتى تطلع تخليها نزيهة وتطلع الفساد مالك. ديوان الرقابة المالية، وأنا راح أحكي وياك أنا محاسب. يعني ديوان الرقابة المالية يكتب دائما هذه الأمور لازم تقولها حل، هذه الأمور لازم يتجاوبون عليها. من نرفع للوزارة أساسا ماكو حل بالوزارة، ولحد يعني الحسابات الختامية ما مصادقة بالعراق. وإذا الحسابات الختامية ما تصادقت فهذا دليل على أن هناك فساد. زين 17 سنة
لحد الآن. لو قارنا أسعار النفط، يعني هم من يخلون الموازنة مالت الدولة بسعر 50، من ينباع النفط بسبعين، العشرين دولار هذه المفروض هذه العشرين دولار يصير عندنا فائض بالميزانية، لكن إحنا سعرنا بخمسين وصعد المية وعشرين بزمن المالكي، وبالأخير نطلع عندنا عجز. هذا دليل على السرقة وعلى الفساد. زين، إحنا لحد الآن نعتمد على 96% من إيرادات الدولة من النفط، والدليل اليوم من النفط انخفض إلى 10 دولارات، وكلفة النفط اللي يطلع من عندنا كلفته 35 دولار. يعني إحنا ما الشركات اللي تطلع النفط من عندنا 25 دولار. شفت هيك سياسة فاشلة؟ يعني أكو واحد أنا أعتمد وياه على سعر بالنفط غير أن أعطيه نسبة من قيمة البرميل حتى هو يطلع لي. يعني احنا ايضا نقول هم هسه طبعا دي يتكلمون عن حساب سعر النفط ب 42 دولار على الموازنه الجديده للبرميل. احنا نقول انه ليش الاعتماد بس ظل على النفط؟ احنا بلد عندنا صناعه، عندنا مصانع، عندنا حدود مع دول محيطه بنا، عندنا استفاده من النهرين، ثروه سمكيه، عندنا زراعه. ليش صار عندنا طبعا ثروات طبيعيه هائله موجوده داخل الارض العراقيه، ليش صار الاعتماد فقط على النفط؟ وين الاستفاده من المصانع العراقيه؟ وين الاستفاده من الثروات الطبيعيه الاخرى؟ ليش صار الاعتماد الان على النفط؟ الغاز الطبيعي يحرق يوميا بالملايين وما حد مستفاد منه. انا اقول لك استاذ محمد، لين تجي للغاز اكو دوله عربيه هي تنطي فلوس للسياسه العراقيين، لا تستخرجون النفط او الغاز تعدون من عنده. طيب. لو جيت على الصناعه والزراعه دولة مجاورة، ما يذكر أسماء حتى ما يقول الرافدين تعتدي على دولة دون دولة. أكو دولتين مجاورات جاي يمشون المواد الغذائية مالتهم علينا إحنا. الصناعة متوقفة. همينا ثلاث دول مجاورة جاي تمشي شغلاتها الصناعية عندنا إحنا. فلذلك إحنا السبب مو سبب بالثروات، لا الثروات موجودة، لكن السبب بالسياسيين، لأنهم يأخذون فلوس ليش يصدعون راسنا بالسيادة العراقية ومن نسمح لأحد يتدخل بقرارنا؟ يطلع وزير الخارجية اليوم من البحرين يقول احنا ايران ما نسمح لها تتدخل بشؤوننا، احنا وايران عندنا نقاط اتفاق ونقاط اختلاف جارة وما ادري شنو من هالكلام. لعد اذا كان الموضوع بهذه الطريقة شنو بقى شيء اسمه سيادة عراقية ولا هيبة دولة؟ اذا كل من هب ودب حولنا يتحكم بمصيرنا وبمصير ملايين العراقيين ويملون على هؤلاء الموجودين بالحكم شي يسوون ما يسوون، على اي اساس لعد باقين؟ على اي اساس الناس تقبل انه هؤلاء يظلون باقين في مناصبهم؟ استاذ محمد، اليوم احنا الحكي مو بفلوس، ببلاش الحكي. طيب. واحنا ما عندنا معارضه، عندنا المعارضه راح تحاسب على الحكي. من هسه وزير الخارجيه يقول هذا الحكي، لازم اكو معارضه تحاسبه. اذا هو يقول احنا ايران عندنا نقاط نقاط وما نسمح لايران، لا السعوديه من جت تستثمر بالبلد بالمنطقه الغربيه اللي ما بيها لا انهر ولا ماي، ليش عارضوا الميليشيات؟ سبب شنو؟ حتى لان هو كان شنو المشروع يعني استثمار زراعي مع انشاء محطه من محطات المراعي بالعراق. هذا شنو راح يخرج على تاله اللي اساسها في العراق ضمان هي تودع منتجات الالبان للعراق. هي مالح لان هم تعين الايران، فلذلك ما يسمحون لاي دوله تستثمر. طيب. والحكي ببلاش يبدا اي واحد صار. انا اشكرك يا ابو علي من واسط، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا سعد من الكويت، تفضل يا سعد. السلام عليكم يا استاذ محمد. وعليكم السلام. الله يخليك، اريد تفهمني وتسمعني. الله يخليك. تفضل استاذي. بالنسبه من هو المستفيد؟ من هو المستفيد؟ السؤال هل التجار او الاحزاب؟ هل التجار او الاحزاب او الجهات الرسميه؟ اريد افهم واريد مستفيدين من شنو يا سعد؟ مستفيدين من شنو؟ التي يعاني منها العراق ما دام فيها المليارات موجوده والأشياء كلها متوفرة لدى العراق يا أستاذ. وآخر الكلام تحياتي لك سعد. يا أستاذي وللقناة وللبرنامج، وشكرا. يلا شكرا يا سعد، شكرا. ما تريد تسمع براحتك. سعد يسأل انه من المستفيد التجار لو السياسيين؟ احنا ما فهمنا من المستفيد من شنو بالضبط. ان كان من ثروات البلد فالكل مستفيد، من السياسيين والتجار، بعض التجار حتى ما نقول كل التجار. اكو استفاده من الثروات الطبيعيه، اكو استفاده من ابرام صفقات فساد طبعا،
اكو استفادة من الأموال اللي بدها تدخل للدولة العراقية، أموال النفط، أموال العراقيين، المال العام، اكو استفادة وسرقات. الوضع بالعراق يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية، لا يقول العراق بكل شيء، لا العراق ما بكل شيء. العراق نعم إذا تتكلم عن كل المنتجات، العراق نعم بلد مستهلك، بلد مستورد، يدفعون الإيران بـ20 مليار دولار سنويا، هذا باعتراف الحكومة، حتى يستوردون أكل وغذاء، وإحنا عندنا مصانعنا والبضاعة المحلية ما حد يقلبها لأن أكو محاربة من قبل تجار وأحزاب. عندنا أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية خاصة إليك ولا قناة الرافدين مجاهدة. حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. وشنو وقع بالعراق منهار؟ نعم، الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، نعم، شنو اللي بقى بالعراق؟ نعم، كلها دمروها، ما خلوا شيء بالعراق إلا ما دمروه. نعم، يعني ويطلع بكل وقاحة رئيس الوزراء اللي يمثل دولة العراق العظيمة، نعم، يطلع على الفضائيات وينبه الشعب العراقي يقولهم شهر الواحد ماكو رواتب. آمنا بالله شهر الواحد ماكو رواتب. زين انت قربت مال 3 شهور، نعم، وبخلال هالثلاث شهور هاي بعت نفط، نعم، فلوس النفط اللي بعتهن وينهن؟ نعم، وين راحت فلوس النفط اللي بعتهن مال 3 شهور؟ نعم، للاحزاب اللي جبروك زين واخذوا الفلوس من عندك حتى يخلوك في هذا المنصب. وين مصانعنا اللي كانت مصانعنا صادر بها للخارج؟ نعم، الزراعه مالتنا زين، التمر العراقي يوصل لابعد دوله بالعالم. نعم، دمروه زين. كم عمل عندنا لسه بالعراق؟ كلها دمروه في الصخور باعوه تفسيخ. يعني هم ذولا جوي، نعم، والتوجيه من سادتهم ايران اللي جابتهم، اي هم والامريكان جابتهم لتدمير العراق، حتى العراق ما ينهض مره ثانيه مثل الثمانينات. العراق صار قوي والقوي الله. ابو طه سيد ابو طه، لما يطلع كل مره مصطفى الكاظم يقول انا ما عندي العصا السحريه يا عراقيين حتى احقق لكم اللي تريدوه بلحظه، طيب اللي تلعب ايش عندك جاي؟ اذا نائب برلماني نائب باسم خشان يقول انه لجنه التحقيق الحكوميه لمكافحه الفساد اللي شكلها مصطفى الكاظمي راحت الى صغار الفاسدين حتى يعني تحاسبهم، ما قدرت توصل للكبار، راحت للصغار، وحتى ذولا الصغار طلع منهم هوايه ما قدرت تحاسب الكل. ويقولون ايضا في لجنه الامن والدفاع النيابيه يقولون بانه هاي اللجنه بحد ذاتها هي فاسده، يعني هاي اللجنه وحدها يريد لها اللي يحاسبها. طيب شنو رئيس الوزراء اللي يتكلم عن محاربة الفساد وهو لا يعرف يدير الدولة اقتصاديا، ولا حتى اللجان اللي دي يشكلها دي يعرف منو أعضاها وشنو انتماءاتهم وشنو وضعهم الـ وضع الفساد اللي يشوبهم ويشوب شخصياتهم؟ هو كل شيء ما يعرف الساد، نعم، كل شيء ما يعرف يقيد. يعني هو زيانة سعنا نقول الحمد لله وشكر اللي قائد نفسه، ولا كل شيء ما يعرف. شنو الشيء اللي قاده زين؟ نعم، فترة المتظاهرين زين، وينهم؟ بس سوي لجنة وجيب لجنة، سوي لجنة وجيب لجنة. ما يعرف كل شيء يتصرف. واحنا نقول القائد العام للقوات المسلحة، احنا اللي نعرفه في السياقات العسكرية، القائد العام للقوات المسلحة ان يكون خريج كلية عسكرية زين، وقائد عسكري متمرس، نعم، واركان حتى يكون القائد العام للقوات العسكريه. اذا هم كل شيء ما يعرفون من العسكريه، كلهم كانوا خارج العراق ومقاعدين كليه عسكريه ما طابوها، واحتمال كلش كبير، نعم، لانه حتى المكلفيه ما مكمليها. طيب شو القائد العام للقوات العسكريه وما تقدر على هاي الفصائل المسلحه؟ نعم، انا اشكرك يا ابو طه من بغداد، وصلت فكرتك. ويانا ابو علي من بغداد، تفضل يا ابو علي. السيد أبو علي من بغداد موجود؟ طيب عندنا أبو فاطمة من النجف، موجود لو انقطع؟
انقطع ابو فاطمه من النجف. طيب، النائب باسم خشان نائب البرلماني اتهم لجنه التحقيق الحكوميه بقضايا الفساد بالفشل في مهامها الرئيسه المتمثله بكشف ومحاسبه واعتقال مافيات الفساد ومن وصفهم برجال الدوله العميقه. يقول النائب باسم خشان أن اللجنة ذهبت إلى صغار الفاسدين خشية من مواجهة كبار الفاسدين بحسب تعبيره، وقال بأنه اللجنة قامت بإطلاق سراح بعض الذين اعتقلتهم سابقا، ما يدل على أن الحراك منذ البداية كان إعلاميا ليس إلا. أضاف النائب خشان أن هناك مؤشرات وشبهات كثيرة على عمل اللجنة وعلى بعض أعضائها، خصوصا أن هؤلاء جاء بهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من داخل العملية السياسية المتهمة بالفساد والفشل طيلة السنوات السابقة. هكذا تدار الأمور في العراق، فاسد يجيب فاسد. من عندنا؟ أبو علي من بغداد، تفضل. الله يسعدك أستاذ. حياك الله. أستاذ كل ما أتصل بكم تقطع، خلينا أكمل ستي يعني، ما أدري شو أسوي لكم، أنا ما أعرف. هسا أنا وين شو أسوي لك؟ أنا استوك تفضلت، تفضل. ما شو وياكم ما تخلوني أكمل. يا أبو علي هسا أهلاً وسهلاً، أنا سويت لك، تفضل. ادري مو انت كل ما تقولون تقول مره جماعه من التيار صدري، مره تقولون ما ادري منين. هسه تفضل يعني تفضل. يلا انا حسكت، انا هسه حسكت وتفضل حضرتك تكلم. يلا بالنسبه لل احنا العراق هي يعني بالنسبه للتصديد المنتوج العراقي ما ليش هم ليش ما تديرون بالكم علي شويه معامل شوية سيادية. أبو علي سيد أبو علي، بس بلا زحمة عليك، صوتك والله دا يقطع، لا أريد أقطعك ولا أريد أسوي، بس لو تغير مكانك شوية. فقدنا الاتصال. أرجو من الأخ أبو علي من بغداد أنه يعاود الاتصال بينا، وإذا دا يسمعني هسه أقول له يا أبو علي والله الاتصال كان يقطع. أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام محمد. حياك الله، أهلا وسهلا. نعم أخي، بالنسبة للوضع الاقتصادي في العراق، أنا أعتقد يعني وكثير من العراقيين يعتقدون أن ما يدور في العراق هي عملية سرقة وخداع وإجرام استطاعت إيران بطرقها الخبيثة والجهنمية أن تسيطر على العراق يعني بشكل كامل من خلال المنافذ الحدودية وتهريب النفط وكذلك تصدير السلع التالفة وتدمير المصانع العراقية وتدمير التعليم والزراعة إلى آخره. هذا حتى أولا انتقاما من العراقيين ومن العرب. فقضية أنه مصطفى الكاظمي وغيره يعني يأتي بناس لا يعرفهم او لا 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 يقومون بما هو يعني تعهد امام الناس بانه هذه لجنه نزيهه وستحاسب الى اخره. فاخي محمد يعني احنا نعلم ان هؤلاء هم يعني معظمهم اتوا بتوافقات يعني سياسيه وبضوء اخضر من قبل ايران. فمصطفى الكاظمي هو جندي من جنود المجرم خامنئي يا اخي الكريم. يعني ذهب هناك وخلع نعليه ودخل إلى 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 ربهم الأعلى وثم هنا إلى الحشد الشعبي وكذا وكذا. طيب. أخي الأمور هكذا، هنالك حرامية موجودين بما يسمى حكومة. هذا مختصر مفيد. الحشد يهدد والعصابات تهدد. وكل من يريد ان لماذا قتل احمد الشلبي؟ لانه اراد ان يبرز ملفات خطيره تم تسميمه. فايران اخي لا يستطيع احد ان يقف بوجهها، ولكن نحن نصبر معها. لا يستطيعون للعراقيين ولا يستطيعون للعرب. هنا نقطه مهمه سيد ابو فاطمه. عندنا بعض الاراء من الداخل العراقي، اراء محبطه وهي محبطه بحد ذاتها. الاراء تقول بانه بس أمريكا اللي تقدر عليهم، بس ما أدري منو اللي تقدر عليهم، يعني ننتظر الفرج الإلهي. طيب ونعم بالله وكله بيد الله، لكن احنا نتكلم عن عمل الإنسان. إذا كان هناك مقاطعة في العراق، وإذا كان هناك إضراب عن العمل، وإذا كان هناك مقاطعة وشل لحركة هذه الدولة، ما راح تسقط الدولة حتى بالإرادة الأمريكية، ما راح يصير شيء، لأنه الأمر حيكون بيد الشعب. إدارة الدولة، تحريكها، تحريك مفاصلها، إدارة شؤون المؤسسات الحكومية كلها بيد موظفين داخل الدولة.
يعني إذا كان هناك تعطيل للعمل الرسمي حتسقط هذه الدولة، وإذا كان هناك مقاطعة للانتخابات حتسقط هذه الدولة بعدم الاعتراف بشرعيتها. ليش بعدنا نشوف هذه الآراء أو نسمع هذه الآراء السلبية حول أنه أمريكا بس هي اللي تقدر تحل الموضوع؟ نعم أستاذ محمد، أنا أتفق معك يعني 100%. نحن وكذلك يعني أنا أقول للأخوة المستمعين والعراقيين الأشراف الأحرار، لا 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 يجوز، ومن يعني من الكبائر إذا صح التعبير أن نرى أننا لا نستطيع أن نقف بوجه هؤلاء الأقزام. لابد أن نستمر بالمظاهرات، ولابد أخي أنا أيضا كاتب في مواقع التواصل الاجتماعي، لابد أن نقوم بشل هذه الحكومة أو هذه السلطة من خلال العصيان المدني. وحظ يعني لا يجوز للعراق الآن أن يعمل في هذه المؤسسات. وبالمناسبة أخي محمد، ترى معظم الذين يعملون الآن ويأخذون رواتب كذا، ترى ثلاثة أرباعهم حرامية. كذلك هؤلاء أيضا، لأن يقول لك الكبير هو حرامي، فأنا أيضا حرامي من باب أولى، أيضا أسرق، هذه أضرب ضربتي. فالعراقي أخي الموجود الآن الذي يفسد في العراق، أولا إما هو ليس عراقي بالأصل وإنما هو دمج دخل، أو هو شخص تورط مع هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، فالمسدس فوق رأسه. إذا تصير، والآن بالمناسبة يتم قتل كثير من الشرطة ومن الجيش، لأن الذي يثبت ولاءه للعراق يتم قتله. هذه هي العقلية. سؤال، نعم وصلت فكرتك. السؤال عندي، الحكومة الآن مقبلة على الإفلاس، أكو تحذيرات من موضوع الموازنة الجديدة والعجز اللي بيها، وسداد العجز حيكون بالاقتراض، لأنه العراق ما بمقومات غير النفط أنه يساعد نفسه ويعين الوضع الاقتصادي أو يعين خزينة الدولة. إذا العراق اتجه إلى الاقتصاد، أكو تحذيرات بأنه العراق قد يعلن إفلاسه، والدينار العراقي حيكون بانهيار مستمر أمام الدولار. بالنسبة للناس اللي طالع الطالب بوظيفة، ذولا ما دي يشوفون انه ماكو رواتب؟ يعني انت بدل ما تطالب بوظيفة، ليش ما ترفع شعار اعم واشمل كما رفع في ثورة تشرين؟ انا استغرب بصراحة، قد تكون هي حالات من حق الناس انه هي تطلع تطالب بحقها بهذا الوطن، لكن الحق الاعم الاشمل مدى تحقق لك يا السلطة؟ تريدها تعطيك وظائف؟ المفروض المطالبة بالاهم ثم المهم. هؤلاء يا أخي يعني نحتاج إلى، هي مسألة وقت حتى يسقط هؤلاء، لأن الدولة لا تدار بهكذا، يعني هذا لعب يا أخي. يعني يعطون الآن مر شهر أو شهرين أو ثلاثة رواتب وبعدين الأمر خطير، وخطير جدا، وهم في صدقني لن يبقى لهم إلا القليل، وتنهار هذه هؤلاء المجرمين وهؤلاء يعني الحرامية اللي موجودين في السلطة. لا، كل شيء ما موجود أخي. يعني حتى تهريب النفط يعني يأخذون عليه ملاليم هؤلاء، إذا كان هنا ولا إذا كان في كردستان وغيرها. يعني الأمر أصبح، لأن الدول أخي لا تدار بهذه الطريقة. الدول تدار بناس يعرفون السياسة، يعرفون الاقتصاد. هؤلاء كلهم شهاداتهم مزورة، وكلهم نحن نريد وقفة رجل واحد، إذا كان في النجف ولا بغداد والبصرة أو في سليمانية، نقف أمام هذا التاريخ. العراق تاريخ مشرف، تاريخ لا يستطيعونه، وإن شاء الله نحن متفائلين أخي. نريد فقط الناس تصبر، والناس تتوحد في كلمة واحدة، وأن نجاب هؤلاء مقتدى وغير مقتدى. هؤلاء زائلون يتصورون أنهم بالقتل وهذا، ولم يستطيعوا لا لأهل الناصرية ولا لغير أهل الناصرية. والناس والقتل وراءهم أهالي ولا هم عشائر يأخذون حقهم، مو اليوم غدا إن شاء الله. أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف، ويانا سيد قاصد من صلاح الدين. تفضل يا قاصد. السيد قاصد من صلاح الدين، فقدنا الاتصال وياه. طيب نروح إلى فاصل مشاهدين الكرام، ومن بعده نعود. ماكو بلد، ماكو بلد بالعالم، ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي قلت نطيح رواتب، نطيح في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100 ألف امراه ارمله،
بطاقة تموينية، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هذا الفقر هم كذبة. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانة عشان تطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يومين نطلع 7000 دينار نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلم الكرو 1000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشة. هذا الفقر هم كذبة. شركة النرجس هذا الشغل سوق المسطر، اخذوا الشغلات السهلة الشوارع الرئيسية وهاي الخيسة ظلت هنا. هاي الخيسة شوفوا شوارع ما تنمشي تعبانة خمرة، سيارات سقطت كلها خربت، البحيرات والطياني والسوق طلعوا كلش على الشارع ياخذون الشارع كله. بدي اعرف شنو الدوله تخاف من عندهم لو شنو. حياكم الله مشاهدينا الكرام مره ثانيه، نتكلم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم عن الازمه الاقتصاديه اللي يعاني منها العراق وعن موازنه 2021 اللي بيها توقعات بيكون بيها عجز كبير جدا بخزينه الدوله، وحتلجأ حكومة مصطفى الكاظمي من المتوقع أيضا إلى الاقتراض لسد العجز الموجود في الميزانية. طيب بالوقت اللي العراق المفروض يسير على مبدأ اقتصادي معني بالتقشف أو ربما تقليل النفقات وغيرها، شباب الصوت الصوت يا شباب، فالحكومة تتجه إلى موضوع آخر وهو الاقتراض لتسديد أو تخصيص الأموال للانتخابات. يبدو أكو استقتال داخل العملية السياسية ومن بيها من أحزاب وكتل بأنه حتى لو نقترض في سبيل ندفع لهاي الانتخابات نقترض وندفع لهاي الانتخابات وخلي تعيش الأجيال المستقبلية القادمة تحت الديون، ماكو مشكلة، أهم شيء تجرى الانتخابات. عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي يقول أن الحكومة لم تكن موفقة بإرسال طلب للحصول على 329 مليار دينار عراقي لتمويل عملية التحضير للانتخابات البرلمانية المبكرة. 330 مليار دينار عراقي اقتراض حتى تدفع في سبيل تجهيز الانتخابات القادمة. طيب بالنسبة للمليارات من الدولارات اللي موجودة عند الأحزاب والكتل السياسية الموجودة، ليش ما يكون التمويل ذاتي بالنسبة للأحزاب وهي تجهز نفسها؟ ليش الحكومة توفر أو تقترض هذا المبلغ؟ هل الانتخابات ضرورية بقدر ما هو ضروري أن توفر لقمة عيش للمواطن البسيط؟ ليش البطاقة التموينية ما بها مواد؟ ليش الكهرباء ما موجودة؟ ليش الخدمات معدومة؟ ليش ماكو دواء بالمستشفيات بالقطاع الصحي؟ هاي الفلوس ما المفروض أن هي تتوفر في سبيل أساسيات المواطن العراقي اللي يواجه كورونا الآن بوضع صحي منهار؟ اقتراض 329 مليار دينار حتى يجينا كم واحد بعدهم من الفاسدين يحكمون العراق، هل هذا منطق؟ هل هكذا تدار الدولة؟ هل هكذا يريد مصطفى الكاظمي أن يكسب ثقة العراقيين بهكذا سياسات اقتصادية فاشلة ترهق خزينة الدولة العراقية وتثقل كاهل المواطن العراقي وتورط أجيال مستقبلية من العراقيين بمزيد من الفوائد والديون على عاتقهم وعاتق أبنائهم وأحفادهم؟ عندنا اتصال السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. أبو أيسر من تركيا، الله يسعدك أستاذ، حياك الله، أهلا وسهلا. احنا نعرف من 2003 منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، نعم، وتسلم الحكم، نعم، في العراق، نعرف اللي يجوي كلهم لصوص، نعم، اللي جابتهم أمريكا من شوارع أوروبا ومن إيران وغير مكانات، نعم، فهم ما أجابوهم لتدمير العراق وليس، نعم، لتطوير البلد هذا، نعم. فكل من مجلس الحكومة لحد الكاظمي،
اللي دخلوا الحكم هم كلهم عصابات معروفة، عصابات قديمة جايين فقط ينهبون أموال الشعب العراقي. بموازاة من دفع إيراني حتى العراق يكون لقمة سهلة بيد كل من شاء وأبى. وإحنا نعرف كل اللي موجودين، الأحزاب اللي موجودة كلهم يعني يتعمدون يكونون في صفقات العفو وهمية في سبيل ينهبوا أموال العراق. فما خلوا شيء على العراق، لا زراعة لا صناعة، حتى إيران تكون هي المنفذ الوحيد لهم. يعني هم يقومون في سبيل دعم إيران وتدمير العراق فقط. بس ما ملاحظ أستاذ سيد أبو أيسر أنه من كل الدول اللي اقترضوا منها حاليا، من صندوق النقد الدولي، من دول جوار محيطة بنا، من غيرها من داخلي، إيران الوحيدة الطرف الموجود حاليا بينا محيط ما أقرضهم دينار عراقي واحد. ما يقرضهم، لأن هم دا يستنزفون أموال العراق كلها دا يدزوها لإيران في سبيل على أساس أنه يخففون عن الحصار بإيران. هذولا كلهم بيول، فلا تتصور أنه العراق بعد يقدر يوقف على رجليه مقابل هاي الشلة اللي موجودة بالعراق. احنا هاي النقطة كنا دا نتكلم بها قبل شوية ويا السيدة أبو فاطمة من النجف. احنا جينا يا سيدة أبو أيسر، اكو آراء حقيقة يعني شوية مكتئبة، يعني سلبية خلينا نقولها، انه تشوف الوضع بالعراق انه مستحيل ينحل. يا سيد ابو ايسر، المؤسسات الدولة الحكومية اذا فعلا مثل ما قال مصطفى الكاظمي شهر واحد ماكو رواتب وتتأخر الرواتب، حتنشل الدولة، تسقط الدولة. بعد مؤسسات الدولة الحكومية اللي عايشة عليها هاي الحكومات حتسقط، ما بيها بعد رواتب، فالناس خلاص يعني ينتهي الموضوع، حتنزل للشوارع ما عندها رواتب تعترض. فاحنا ليش نقول انه مستحيل؟ بالعكس، احنا نقول انه هناك إرادة شعبية اذا اتحدت وتشكلت الإرادة الشعبية بالقضاء على احزاب السلطة واسقاط النظام، صدقني لو حتى امريكا ما راح تقدر توقف ال 35 الى 40 مليون مثل ما تقول الحكومة عراقي موجود بالداخل والخارج يرفضون هاي العملية السياسية ويطالبون باسقاط النظام. يعني مهما كانت السلطة قوية تعتقد حضرتك وإيران دعمتها، لكن لابد أنه تسقط أمام الإرادة، إرادة الشعب. هم شقد؟ هم كلهم على بعض مليون، هيوقفون قدام 40 مليون حتى لو كان عندهم السلاح والمال. إذا كانت إرادة عند الشعب العراقي، الشعب العراقي كل يعني منطوى على نفسه. ليش منطوى على نفسه؟ لأن أحزاب كبيرة في العراق، يعني ما يقدرون، ميليشيات هواية موجودة بالعراق، يعني أي واحد يطالب عن حقه يلجموه على حقه. فما يقدرون، لأن إيران مسيطر على كل الوضع بالعراق، على كل اقتصاد العراق. احنا الشعب في حالة واحدة، إلا العالم، يعني دول العالم والمنظمات الدولية توقف مع هذا الشعب المظلوم. سيد أبو أيسر، أنا أشكرك من تركيا، أحترم رأيك وإن كان رأيي يعني مع احترامنا طبعا إلى بقليل من السلبية تجاه العراقيين، هو لكن يظل رأيك الشخصي، أنت تعبر عن ما تراه. إحنا نقول أنه الاعتماد على الهيئات الأممية والدولية والجهات الدولية بإغاثة العراقيين، هو منه اللي وصل العراقيين أصلا إلى هذا إلى هذه المرحلة؟ كم من مرة استغاث العراقيون للمنظمات الدولية لكي يغيثوهم بالأزمة الاقتصادية الأمنية، أي أزمة كان يعاني منها ولا يزال العراقيون، وما أنجدتنا المنظمات والهيئات الدولية؟ كم من مرة صرخ العراقيون للأمم المتحدة للتدخل لمساعدتهم في تحرير بلدهم من الاحتلال اللي خلفه احتلال، ومع هذا ما نصرتهم الأمم المتحدة؟ لأنه هناك إرادة دولية داعمة لمن في العملية السياسية. القرار بيد الشعب العراقي، القرار الأول والأخير. إذا كان يرغب باستمرار المعاناة يستمر بالتعامل مع هذه السلطة
بالذهاب للانتخابات أو العمل داخل مؤسسات الدولة، لكن إذا كان يسعى إلى حياة أفضل له ولأبنائه، الخيارات الوطنية متاحة ومعروفة للجميع، والانتخابات بمقاطعتها، الانتخابات اللي مضت أحرجت من في السلطة بشكل كبير وجعلت العيون كلها تنظر إلى الوضع بالعراق، وعرفت كل الدول أو كل الشعوب اللي حوالينا على الأقل بأنه اللي دي يحكمون العراق هم مجموعة من اللصوص. ونفس الشيء بالنسبة لمؤسسات الدولة، الدولة دي تعتمد على 4 ملايين إلى 5 ملايين موظف بين مدني وعسكري، وما عندها لا مصانع ولا شركات ولا غيره، كلها عبارة عن استفادة من النفط. إذا سقطت هذه المؤسسات، إذا تم إضراب عن العمل واعتصام، هل ساعتها حيكون أكو عمل لهذه الحكومة؟ حيكون أكو حركة لدوائر الدولة؟ حيكون أكو دخول وخروج للمال؟ بالطبع لا. منو عندنا؟ السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك لقناتك الشريفة. حياك الله. أستاذ، حسب ما حضرتك قلت إنه إذا العراقي عزف هذا الوضع إنه يستمر مع هاي الحكومة الباطلة وهاي النصوص يعني، بس أعتقد إنه الشعوب العالم كلها من تريد تنتصب، من تشوف أكو خيانة أو تشوف أكو وضع غير طبيعي في دولته، الشعب هو اللي يأخذ القرار إنه يتخلص من هاي المشكلة، وشعور كل العالم هو صارت على أكتاف شعبه يعني. بس إحنا كعراقيين ترى السبب العراقي هو اللي دمر بلده أستاذ. لا تقول إنه يعني أكو صح أكو ضغوطات خارجية، أكو حكومة عندنا، إحنا عندنا حرامية، يعني الشعب ليش ساكت؟ ما أعرف إنه يصير يعني راح ينقع لهذا الوضع أستاذ. يعني إحنا نشوف كم واحد طلع من المتظاهرين بيبدي بحياته من أجل بلده. ترى المشكلة هي مو مشكلة راتب ولا مشكلة تعيين ولا مشكلة فتح معامل أو شيء، ترى مشكلة وطن. إحنا وطننا ترى مرهون كله أستاذ، مرهون. إحنا بنحكي عن شنو شغل هذول الطغمة الفاسدة وزي يسوون، بس ماكو حلول. يعني إحنا حلول ماكو عندنا أستاذ. إحنا المفروض يا أم عبد الله نرجع ونقول الحلول مرة ثانية، الحلول الوطنية للشعب العراقي موجودة، الحلول الوطنية موجودة. يعني أنت لما تقاطعين انتخابات ولما تعتصمين وتضربين عن العمل وعصيان مدني يكون، يعني هذا اللي صار بالنسبة للتظاهرات الطلابية اللي صارت بثورة تشرين والإضراب عن الذهاب للمدارس، الحكومة قامت تضرب الطلبة وتحبسهم داخل المدارس حتى لا يطلعون يتظاهرون. كان اكو شل حركة الدولة بشكل كبير لما قطعوا الطرق الموجودة على المنشآت والشركات النفطية بجنوب العراق. اكو حلول يا ام عبد الله، الحلول بيد الشعب مهما كانت هاي الميليشيات عندها سلاح. يعني شو متوقف هاي الحلول استاذ؟ حضرتك تقول انه الانتخابات ترى حتى اذا قطعناها ترى تمشي اوتوماتيكيا، لان حلول خلي تمشي بس على الاقل، بس على الاقل يكون اكو خيار وطني معروف انه وراي للشعب العراقي انه احنا ما رحنا وذولا مجرد فاسدين. لانه الانتخابات اللي مضت كان بيها 18% صح، لكن كان بيها من العراقيين اللي راحوا، مو كلهم اتباع، كان بيها اللي كان عنده قناعه انه انا اروح لعل وعسى يجيني الشريف. استاذ اسمح لي، احنا من طلعنا للانتخابات يعني قسم يعني من المسؤولين السنة قالوا لا تدخلون الانتخابات. طيب. وبالفعل ما حد دخل الانتخابات الا القليل وفازوا هم. يعني احنا كشيعة وكسنة هسه في الوقت الحاضر ترى ما تفيد الانتخابات، والله العظيم ما تفيد الانتخابات، لان الانتخابات راح تؤدي الى اضطرابات بالوضع العراقي. انا هسه اليوم ابوا على التواصل الاجتماعي في كل مكان حريق، في الموصل حريق، في كرسوم حريق، في بغداد حريق، في معسكرات الدولة حريق، في تاجي حريق، في المطاعم حريق، في المنصور حريق. يعني هو العراق لازم يحرقوه، هم هذا الطغمة الفاسدة لازم يعني يحرقون الشعب العراقي. أم عبد الله، أنا أشكرك، وصلت الفكرة مالتك، شكرا جزيلا للمشاركة سيدة أم عبد الله. الخيارات الوطنية معروفة، ولما يعني السيدة أم عبد الله تحمل الشعب العراقي
ربما لم يكن هناك وعي في البداية، ربما كان يتأمل الشعب العراقي خير من هؤلاء الموجودين داخل العملية السياسية بالوعود الكثيرة طبعا اللي أطلقوها للعراقيين، وعود بالازدهار والحياة المرفهة والحياة الآمنة وغيرها من هالوعود. لكن بعد 17 سنة وصل العراقيون إلى قناعة ووعي تام أنه لا حل إلا بالخلاص من أحزاب وعملية الاحتلال السياسية اللي شكلها المحتل الأمريكي واستمرت من 2003 لغاية اليوم. لا حل إلا بإسقاط النظام وحل البرلمان وحل الدستور، تعطيل العمل بالدستور الفاسد اللي حط الاحتلال وشرعته ووافقت عليه هاي الأحزاب، مقاطعة الانتخابات هو حل وطني. حلول كثيرة من الحلول الوطنية الموجودة اللي بإمكان الشعب العراقي أنه يتبعها ويتخذها في سبيل إسقاط هذا النظام. عندنا رسائل سريعة نقراها. رسالة تقول: أني أخويا عندي معتقل بسجن التاجي، صار سنة ما شفناه، بس أودي مصروف وعلاج، ومن أقول لهم مش وقت المواجهة يقولون بالمشمش. أخي الكريم وين نروح نشتكي؟ نريد ولدنا، نريد عفو عام. عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أخي العزيز، الأحزاب الفاسدة في أيامها الأخيرة إلى مزبلة التاريخ. أبو عمر من أمريكا. أنا أشكرك يا أبو عمر وشكرا لجميع المشاركين الكرام. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء.